السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراق. طبعاً عذروني عن القطاع، عذروني على التأخير في تنزيل فيديوهات، بس هي صار ملل كآبة، يعني ألعاب صار قليلة، بس يمكن أكو مجموعة ألعاب حديثة راح تنزل، بس ما أعرف شو كنت بالضبط. المهم اليوم جايبكم لعبة باور ليفل وورير. طبعاً هاي اللعبة مسويها حلوة قتالية بنكهة دراغون بول زد، نفس دراغون بول. طبعا هذا هو الملف مضغوط تتحمله بنسخة مهكرة وعادية. طبعا هاي نسختي الرافع، حط الراوت بالوصف. تحتاج هذا البرنامج RIR لفتح الملف المضغوط، حصه تضغط هاي الايكون مال سهم، تلقي APK 2 فقط بدون داتا. بعد ما تدخل هاي مكتوب الملف، من يفتح الضغط مكتوب عادي ثبته او مهكر. انا انصحك لك بالنسبة للونسة نزل المهكر والعب. طبعا لعبة مجانية بسوق بلاي، ايضا تلقون الرابط مالته بالوصف. العادية طاقة تصير يعني قليلة، بينما المهكرة طاقة رأسا تزيد عندك. بس نشغل اللعبة ونشوف شنية سالفتها. طبعا هاي هي اللعبة، طبعا تشوفون الرسومات مبينة حلوة. هنا طبعا بس الواجهة الرئيسية بها الطيران للأمام، ما أعرف الباقي بيلا. هسه نشوف، ندخل على بلاي. طبعا بها مراحل هواية، أنا هنا واصل تقريبا لاعب الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هاي الثالثة بعد ما مخلصة بها هواية. وهنا يقول لك لعبة تحملها محلوات بقية، دير بالكم. هاي مثلا اول مرحلة، طنا هي مثل دراغون بول جوجو بس مو يعني نفس الشخصيات. طنا هنا باتجاه دوس الاصفر يطير سريع. طنا هاي النسخة المهكرة بعد الطاقة، هاي اللي اقصد بها من الضل دايس هاي الايكونة رأسا تزيد وتطير براحتك بالازرق. يشمور طاقة بوكسيات، اول واحد ايش رأسا ينكتل. المهم الثاني مثلا طاقة بها صيد بوكسيات، يشمر هاي رأسا تكترون بالبداية شي عادي، بعدين تصير كلش صعبة. اها اها لهاك هاي العادة. ولك طبعا بيه الاصوات مال دراغون بول نفسه. هاي شوف المرحلة 14 يعني واصلها، صعبة 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 يعني طاقتهم عالية. يلا تخيل هذا فيجيتا ويا جوجو، فيجيتا بالازرق وهذا جوجو صاحبنا، يشبههم يعني شي يشبهون شخصيات. كامي ها مي ها يعني بيها ونسة شوية. جيد نزل نزل، تعال منا منا لك منا. هاي اذا نحن ننهي الفيديو شباب، اتمنى عجبتكم اللعبة، الرابط مالتها بالوصف. النسخة مال سوق بلاي مجانا اكو، وهاي النسخة المهكرة والعادية بملف مضغوط. كان معكم علي العراقي، تحياتي.